خصم اللي واقف اللي جوه عليه خصم زي اللي واقف يعني مش فاهم. أهم رسالة إن المستهلك ده شريك مع الجهاز حماية المستهلك، من فضلك لو شفت أي مخالفة أو أي ملحوظة من فضلك تواصل مع الجهاز، عندنا الخط الساخن، من فضلك تتواصل معنا لو في أي ملحوظة، اللي احنا عندنا 24 فرع دلوقتي موجودين، فبسهولة إن احنا نصل لمرتكب المخالفة. حضرتك كنت بتسألي على المخالفات إيه مصيرها، احنا بمجرد ما المخالفة بتتم بيتم عمل محاضر، وبعد المحاضر بتروح على النيابة العامة، وقانون حماية المستهلك الجزاءات فيه شديدة والعقوبات فيه شديدة جدا، بيجرم السلع المنتهية الصلاحية، بيجرم عدم الإعلان عن الأسعار، بيجرم البيع بأزيد من السعر. فكمان بالإضافة للقرار دورة رئيس الوزراء أنه عدم الإتاحة أو منع السلع عن التداول، ده بيبقى العقاب بتاعها شديد جدا، وحتى في تغليظ للعقوبة في الحالات اللي زي دي.